طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرافدين. أين ذهبت أموال البطاقة التموينية خلال السنوات الماضية؟ أليست البطاقة التموينية حقا من حقوق المواطن العراقي؟ فلماذا تحجب الحكومة مفردات البطاقة الغائبة أصلا عن فئات في المجتمع العراقي؟ ولماذا تطرح حكومة الكاظمي ما يعرف بالسلة الغذائية بديلا عن البطاقة التموينية؟ هل أن التغيير جاء فقط في كلمة السلة الغذائية بدلا من البطاقة التموينية، أم ماذا؟ بأنها باب آخر من أبواب الفساد. كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع بعنوان ما الفرق بين السلة الغذائية بدلا عن البطاقة التموينية الغائبة. طبعا بدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991، التي أصبحت بمرور الزمن السلة الغذائية للمواطنين من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 لعام 1990. وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المواطنين شهريا بما يسد جزءا من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة المواد الغذائية المشمولة تناقصت من 10 مواد على الأقل شهريا قبل عام 2003 إلى مادتين أو ثلاث بعد عام 2003، على الرغم من ازدياد حدة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود لتكملة هذه الحلقة. نقص لا تمن ولا حمص، والوزير قاعد بالفيسي يحكي منا شهر وتمن وشكر ومدري شنو وكله طلع كلاوات. زين انت الوزير تطي شمال باب كلها ما مستلمه لا تمن ولا حمص الا القليل. اريد نقول ما اريد نقول الكل، ما اعرف، انا بس اعرف منطقتنا اللي غادي، بس ما يصير هيك يا سيدي يا سياده الوزير. معاناته البابي معاناه كبيره، يعني انت شو تريد تسولف؟ الوجبه قاعد يجيبوها مراحل، يعني الوجبه من يجيبوها طاهم زيت قطعوا التمن، طاهم تمن قطعوا الشكر. يعني انت شو تريد السولف؟ يعني شو سولف لك؟ السوق صعد، زين هي العالم من صعد السوق، الدولار صعد والوجبه ماكو، طحين ماكو، والوجبه قاعد يعطوها مراحل. زين العالم منين تجيب؟ سولف لي منين تجيب؟ هذا اللي ما عنده اللي يشتغل حمال اللي يبيع علاليق منين يجيب؟ وجه مجلس الوزراء في 18 من آذار من عام 2021، وجه وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن مجموعة من الفئات التي أسماها بغير المحتاجة بدءا من شهر حزيران، ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 1.5 مليون دينار عراقي. كانت مصادر برلمانية قد أكدت في زمن حكومة نوري المالكي الثانية وبالتحديد في عام 2012 بأن ما صرف على البطاقة التموينية منذ عام 2004 ولغاية عام 2012 بلغ 38.5 مليار دولار، ولم توفر للمواطن سوى 3 مواد فقط سيئة للغاية وغير صالحة للاستهلاك البشري. أضاف بأن النظام السابق عمل بالبطاقة التموينية منذ عام 1991 ولغاية العام 2003، ومجموع ما تم صرفه عليها بلغ 13 مليارا فقط، في حين بأن المواد التي كانت توزع للمواطن بلغت 13 مادة ومن أجود المواد، وكانت العائلة العراقية تفيض لديها بعض المواد وتقوم ببيعها. هذا بحسب مصادر برلمانية تحدثت في عام 2012. الرقم كبير جدا، يعني 38.5 مليار من العام 2004 لغاية العام 2012، ويعرف كل العراقيون بغياب هذه البطاقة التموينية
ومدى حجم الفساد في هذه البطاقة؟ يعني من باب المقارنة لو حسبنا من 91 إلى عام 2003 تقريبا 14 سنة صرف على البطاقة التموينية 13 مليار دولار، بينما من عام 2004 ولغاية 2012 أي ما يقارب 7 سنوات صرف عليها 38 مليار دولار ونصف المليار، ميزانية تكفي لبناء دولة، ولم يجد المواطن العراقي شيئا من هذه الأموال ومن هذه البطاقة التموينية الغائبة، واليوم يتحدثون عن السلة الغذائية. نعم، معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، يعني لو تساءلنا السؤال الأول، أين ذهبت أموال البطاقة التموينية خلال السنوات الماضية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك دكتور. الحصة التموينية هي معالجة لظرف ما تمر به الدولة نتيجة حروب أو حصار ظالم أو كوارث طبيعية، فتلجأ الدولة لمعالجة هذه الظروف بتقنين حصة الفرد حتى تأمن حياته. نعم. اللي جاي نشوفه مع كل الأسف، وهذا يعني اللي صار، يعني احنا ويانا صار الحصة التموينية بعام 91. نعم. الدولة عالجت هذا الظرف واستطاعت أن توفر البطاقة التموينية، وبرغم ما يعني المواطن ما حصل على يعني كل اللي يحتاجه، لكنه استطاعت الدولة أن تجتاز هذه الأزمة. لكنه بعد 2003 شفنا البطاقة التموينية للأسف الشديد تستخدم وتجير للأحزاب، وشفت أنت مثل ما ذكرت يعني هذه الأرقام الهائلة ها اللي صرفوها، والمواطن ما مستلم من عدتها إلا النذر اليسير. إذن الأحزاب جاي تتلاعب بقوة المواطن، جاي تتلاعب حياة المواطن. يعني الحصة التموينية هي قلت لك يعني هي صارت لظرف، تصير ظرف طارئ، لكنه بعد 2003 يعني ما عندنا احنا الحمد لله العراق انفتح على الدول وصار الاستيراد، ويعني لكنه مع كل هذا ذاك المواطن العراقي ما يحصل على كامل الحصة مالته. جاي نشوف يعني المواطنين يعانون بسبب تصرفات الدولة وتصرفات الأحزاب. نعم يعني عبد الرزاق، يعني ما الفرق يعني البطاقة التموينية؟ لو سألتك أنت كمواطن عراقي من محافظة بابل، متى استلمت البطاقة التموينية كاملة بمفرداتها؟ بعد 2003 مثل ما وعدونا يعني بأنه راح يعني رسمونا الحياة وردية يا دكتور عمر. ما اعتقد يعني كل المواطن حصل على يعني كامل احتياجه، بالعكس تجي الحصه ناقصه يعني. والاتى يا دكتور يعني خلال هالفتره هذه او من 2003 الحصه التموينيه او السله الغذائيه قاموا يتلاعبون بها اللي يسمون بالنواب اللي هم يشرعون القوانين. نعم. فنشوف النائب يعني يعني يطل المواطن يعني كميه من المواد الغذائيه اللي يعطيها بعلاقه وحتى على مود ينتخبه. تمام. يعني هذه وصلتهم الحاله. نعم. يتلاعبون. وزاره التجاره اطلقت وزاره التجاره اطلقت ما يعرف بالسله الغذائيه بديلا عن البطاقة التموينية، ما الفرق؟ يعني هي البطاقة التموينية أصلا لمدة 18 سنة، وذكرنا احنا رقم فقط إحصائية من العام 2000، رقم رسمي من العام 2004 ولغاية العام 2012 صرف على البطاقة التموينية 38 مليار دولار ونصف المليار دولار، واليوم يتم استبدال البطاقة التموينية وتحجب عن الكثير من المواطنين وتعويضها بالسلة الغذائية بادعاء بأنه تم إشراك القطاع الخاص
هل برأيك يعني تبديل اسم مكان اسم هو الحل أو إشراك القطاع الخاص كما قالت وزارة التجارة؟ لا، هم عندهم نية يردون يشيلون الحصة التموينية. نعم، هو هذه النية موجودة من العام 2012 في زمن حكومة نور المالكي. هم هم يعني غيرون إلغاها نهائيا. نعم، هم يردون يشيلوها حتى بعد يعني شو مثل ما تقول يتحمل المواطن الأعباء كاملة. نعم، فهم ها دكتور عمر هم يعني الهدف مالتهم ها إذلال المواطن. نعم، فخاف يعني الحصة التموينية ولو هي يعني قلت لك يعني ما تعالج يعني ظرف الاقتصاد للمواطن، لكنه بهذه حتى بهذه يردون يحاربون المواطن. نعم، فأنت جاي تشوف يعني تصرفاتهم وأساليبهم وسلوكياتهم يعني صراحة يعني بعيدة كل البعد عن المساعدة للمواطن. نعم، يا أخي هم دولة صراحة يعني لما يكون إنسان عميل ويكون ولاء الغير بلد بس تترجى من عدة يعني يوفر لك المطالب مالتك، هذه من سابع المستحيلات دكتور. نعم، إحنا يعني نضحك على أنفسنا من يقول أكو دولة وأكو هذه تجي تشوف الأحزاب هي اللي مسيطرة، هي اللي تلعب مصير الناس. يعني شوف هسه الحرائق والضرب الأبراج يعني هذا شنو هدفه؟ شنو الغاية من عدة؟ الغاية من عدة يا دكتور هو إفلاس الوطن والمواطن من كل حقوقه. يعني يردون العراق أن يكون مجرد بلد يستجدي من الدولة الفلانية والدولة الفلانية. نعم، ما يدون بلد يعني قائم على 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 ذاته وعلى نفسه ويعتمد على خيرات. إذا أنت ترى هذا الهدف لا يوجد اختلاف بين السلة الغذائية كما اسمتها وزارة التجارة وبين البطاقة التموينية الغائبة أصلا؟ لا، ما اختلاف، بس هم يردون يعني شو مثل ما تقول يقضون عليه. نعم، يعني يحفوها من الهم اللي على أصدرهم. نعم، تحياتي لك. شكرا عبد الرزاق من باب الكان معنا. معنا أبو زينب من النجف. أبو زينب، وزارة التجارة أطلقت ما يسمى بالسلة الغذائية بديلا عن البطاقة التموينية، ما رأيك؟ أبو زينب هل تسمعني؟ أبو زينب، أبو زينب، يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زينب وهناك مشكلة في الاتصال. طبعا أكدت وزارة التجارة في الثالث من حزيران من عام 2021 بأنها ستوزع السلة الغذائية للمواطنين المشمولين، ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة محمد حنون قوله بأن السلة الغذائية هي جزء من نظام البطاقة التموينية وفيها مكتسبات كثيرة كما قال، مبينا بأنه تمت إضافة ثلاث مواد جديدة ضمن السلة الغذائية هي البقوليات بشقيها الحمص والفاصوليا فضلا عن مادة معجون الطماطم. أوضح بأن مخازن وزارة التجارة استقبلت كميات كبيرة من مفردات السلة الغذائية ضمن السلة أو للمفردات الأساسية السبع، لافتا إلى أن ما يميز السلة الغذائية عن البطاقة التموينية هو مشاركة القطاع الخاص في توفيرها. وأشار إلى أن الميزة الأخرى للسلة وهي بأن المواد الغذائية ستكون جيدة، وهذا اعتراف بأن مفردات البطاقة التموينية غير جيدة ومن أفضل المناشئ كما قال والنوعيات، لافتا إلى توريد مادة الفاصوليا من الأرجنتين ومعجون الطماطم من شركة التوسا التركية وهي من الماركات كما قال الموجودة في الأسواق العراقية وتستخدم بشكل واسع. أما فيما يخص السكر والزيت فسيكونان من البرازيل ومناشئ أجنبية أخرى وأيضا من معامل الإنتاج المحلية لغرض توفير العملة الصعبة وتشغيل تلك المعامل. بيّن حنون بأن الوزارة ترى بأن مشروع السلة الغذائية نقلة نوعية كبيرة في عمل نظام البطاقة التموينية، موضحا بأن السبب في ذلك هو إشراك القطاع الخاص العراقي الذي له القدرة كما قال على التعاقد بشكل سريع جدا جدا، ومهمة الوزارة ستكون التوزيع والمراقبة والمتابعة. وهنا يطرح تساؤل، هل بأن وزارة التجارة لا تستطيع التعاقد مع الدول المصنعة والمصدرة بشكل سريع ومباشر؟ هل يعقل بأن القطاع الخاص أفضل
من وزارة التجارة، وما هي الميزة التي يقدمها القطاع الخاص للمواطن العراقي بينما عجزت الحكومة عن توفيره على مدى 18 عاما؟ مع ما بات يعرف حاليا بالسلة الغذائية، فوجئ العراقيون بخفض أوزان المواد الرئيسية فيها كالسكر إلى النصف مع عدم اكتمال هذه السلة ليتم توزيعها منقوصة الرز والفاصوليا أو السكر أو جميع هذه المواد. معنا اتصال، يعاود الاتصال، أبو زينب من النجف. أبو زينب، ما رأيك بالسلة الغذائية بديلا عن البطاقة التموينية التي طرحتها وزارة التجارة في حكومة مصطفى الكاظمي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخويا. هي السلة الغذائية أو البطاقة التموينية؟ نعم طبعا. مبررات بقاء البطاقة التموينية في هذا الظروف، يعني بعد سقوط النظام السابق، أنه كان المبرر أكو حصار اقتصادي، والنظام راح والحصار الاقتصادي الرفع وكل الأمور هذا، ومش النفط بالكامل بعد ما كان فقط الغذاء والدواء. يعني عيب على بلد نفطي وحكومة بلد نفطي أن تدور بطاقة تموينية. والمواد اللي طارحيها، يعني احنا نتذكر في زمن النظام السابق بين 20 الى 25 مادة، الى ان نزلت اخر شيء صارت بحدود ال 12 مادة 14. الان احنا بدينا نستلم، يعني كل شهر وشهر نستلم وشهر ما نستلم، ما نستلم فقط الطحين والتمن اللي حاشا نعمة الله نقرا دي حتى الدجاج ما ياكله. اما الدقيق وغيرها والسكر ماكو، يعني تستلم لك ماده مادتين وتلقى مثلا يا بالشهر الخامس، تقول للوكيل هاي مال الخامس، قال لك لا هاي مال شهر 12. يعني صور انت خمس اشهر رايحه عليك. ويجي السابع يجي السابع يجي الثامن قال لك هاي مال الشهر الثاني. طيب هم اللي غموا فريها شهر بشهر، واملوا الناس بانه راح يعطوكم معجون ويعطوكم طحين ويعطوكم شكر ويعطوكم تمن ويعطوكم. الان استلمنا، احنا ما استلمنا بس الشكر والطحين وقواط المعجون، هاي هي. زين التمن قال لك والله بعده، الدهن بعده. طيب هنا سؤال، شلون بالنسبة للتجار الأهليين يعني توصل كل المواد من الخارج من يستوردوها لهم والبيع بالسعر التجاري، ودولة ما تقدر تأمن هاي المواد من الخارج وهي فاتحة العراق على مصراعيها للاستيراد؟ حبيبي وفلوس هاي تقول عليها 80 مثل 86 مليار دولار، هذه 90% راحت بجيوبهم. نعم. والباقي خمسوه وسدسوه براس المجتمع العراقي الفقير، وهذه كلها شغلات ترقيعيه او حملات مجانيه للانتخابات المقبله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال ابو ياسين من ديالى. ابو ياسين، يعني صرفت الحكومة، حكومة نوري، حكومة أياد علاوي، إبراهيم الجعفري، حكومة المالك الأولى والثانية، من 2004 لغاية 2012 صرفت 38.5 مليار دولار، 38.5 مليار دولار، يعني رقم كبير جدا، ولم يستلم العراقيون من مفردات هذه البطاقة التموينية إلا الشيء القليل، وهناك محافظات بالكامل لم تستلم لأشهر بل لسنوات عديدة. برأيك أين ذهبت هذه الأموال؟ يا قلق أمور حيث أهلا وسهلا المسلمين. يا أهلا بك عمر. هذا السلق وهذا المال اللي سل الغذائية، هذا تجميل صورة وزارة التجارة. نعم. أنا خليك حدثت قبل الحصار، قبل الواحد في السيد العراق كانت وزارة التجارة عندنا محلات غذائية، عندنا غرفة تجارة دائما يدل دائما المواد الغذائية للمحلات توزع، مثلا كيس الشكل كان بعشر دنانير يكلف الدولة أزيد من 15 دينار ذاك الوقت، بس كانت وزارة التجارة توزع أسبوعيا، يوم تمن الشكل، يوم طحين، يوم ألبان، يوم بيض، يوم شاي، يوم شكر، يوم ذي كله مدعوم. جت ضربة الحصار 91
سنة واحدة شفنا عذاب، ورا السنة شفنا ترفعنا أحسن من قبل الحصار، وكل العالم يشهد بها. مواد غذائية كاملة ودرجة أولى ومدعومة في التونس. لكن جت هاي الحكومة اللي هاي حكومة خلينا نسميها التحرير، شو نسميها؟ ذولا لصوص حرامية، ما شفنا منهم إلا 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 الأسوأ. أول ما جو ذولا المعمرين قالوا 28 مادة. تعجلنا وين ودي شو نسوي بها؟ قال المادة هذا ما متوفرة. والمناشي رديئة ويجيبونها بسعر يكلف الدولة أزل من الدرجة الأولى. ويوزعونها للشعب. أما محمد حنون أخي عمر أنا عندي يا مداخلتين على قناة آسيا، أنا إنسان كذاب. أنا متداخل على موضوع الحصة، موضوع التسعيرة. الدولة تقول تسعيرة النفر ب 500 دينار. انقطع اتصال مع أبو ياسين من ديالة. طبعا أعلنت وزارة التجارة بأنها حققت نجاحات كما قالت من خلال السلة الغذائية التي باشرت بها خلال الفترة القليلة الماضية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون بأن العمل بمشروع السلة الغذائية بدأ يحقق نتائج إيجابية على مستوى الرأي العام، والناس راضون كما قال على هذه السلة نظرا لجودتها وتنوعها، حيث تضمنت 7 مواد. وقبل قليل تحدث أبو زينب بأنه لم يستلم سوى 3 مواد من هذه المواد 7. ويقر بأنه في السنوات السابقة كانت مفردات التموينية 4 توزع بشكل متقطع وبواقع 4 إلى 5 أشهر بالسنة الواحدة، يعني أكثر من نصف السنة تذهب أموال البطاقة التموينية إلى جيوب الفاسدين. نعم، معنا اتصال. عقيل من بغداد. عقيل، السلة الغذائية بدلاً عن البطاقة التموينية كيف تراها؟ عقيل هل تسمعني؟ انقطع اتصال مع عقيل. طبعا أشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودة إلى أن الفساد الموجود بالبطاقة التموينية بشكل قاطع هو نفسه سينعكس على السلة الغذائية، كونهما كما قالت وجهاني لعملة واحدة. وقالت جودة بأن موضوع السلة الغذائية تحدثنا فيه كثيرا على اعتبار بأننا لدينا بالأصل بطاقة تموينية، لكننا حين نخفق في أداء هذه البطاقة نرجع بمسمى آخر هو السلة الغذائية. بيّنت النائبة بأنه يكفي استمرار بهكذا أساليب، فالمواطنين أصبحوا على دراية كاملة ووعي بعمليات الفساد الموجودة عندنا بما فيه الكفاية. وأضافت بأننا لا نعلم ما هي المعالجات التي حصلت لحالة القصور في البطاقة التموينية، وكان الأجدر على الحكومة ووزارة التجارة بدل خلق مسميات جديدة أن تعمل على معالجة إخفاقات البطاقة التموينية. وتابعت بأن وضع البطاقة التموينية لم يعجب أحد، وربما تم تحويلها إلى مفردة السلة الغذائية لتغطية الإخفاق السابق نتيجة العجز الحكومي في اتخاذ إجراءات فعالة لردع الجشع والفساد الموجود في وزارة التجارة، مشددة على أن وزارة التجارة لا تتمثل بشخص الوزير لكنها تتضمن مافيات مسيطرة على جميع عقودها المتعلقة بشراء المنتجات، وجميعهم تجار وسياسيون ومتنفذون يتستر خلفه المافيات، ما يجعل الاقتصاد العراقي من الصعب نهوضه طالما لم تكن هناك معالجات حقيقية. معنا اتصال. علي من كركوك. علي، السلة الغذائية بدلا عن البطاقة التموينية، ما رأيك؟ علي من كركوك هل تسمعني؟ أسمعك واضح. نعم، وزارة التجارة أطلقت ما يسمى بالسلة الغذائية بدلا عن البطاقة التموينية، وقالت بأن السلة الغذائية تتضمن 7 مواد غذائية ومن مناشئ عالمية وذات جودة عالية، وحجبت يعني البطاقة التموينية عن الكثير من العراقيين. كيف ترى ذلك؟ سادي والله أنا مال انتخابات السلة الغذائية. نعم، مع الانتخابات مو ما يفيدون الشعب. اي والله زين. برايك اين ذهبت اموال البطاقه التموينيه؟
علي من كركوك انقطع اتصال مع علي. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من منبر الرافدين بعنوان ما الفرق بين السلة الغذائية والبطاقة التموينية الغائبة أصلا؟ فاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد. معنا اتصال صباح من بغداد. صباح، السلة الغذائية بديلا عن البطاقة التموينية الغائبة، ما هو تعليقك؟ السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك. بالنسبة لموضوع وزارة التجارة، نعم، وزير المالية وعلى رئيسهم رئيس الوزراء اللي هو يجتمع بيهم كل بين فترة وفترة اجتماعاته على شنو يتحاورون بشنو، شلون يتناقشون بموضوع البطاقة التموينية اللي هي أساسا موقفيها. زين، هاي العقود اللي أبرموها طيلة 18 سنة وزارة التجارة والفساد الموجود بيها، يعني شنو؟ يعني هاي الملفات الفساد والمفتشية الموجودة والنزاهة ومجلس القضاء الأعلى، يعني مجلس القضاء، يعني ذولي وين وصلوا إلى شنو من فاسدين موجودين؟ شحاسبا منه؟ وكيل وزير، مدير عام، العقود، جماعة العقود، يعني ناس كلهم فاسدين وكلهم يعرفون من الحرامي اللي جاي يسرق بالبطاقة التموينية والعقود الوهمية اللي جاي يسوون بها. هسه حاليا بالانتخابات اللي قربت، يعني 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 ما اعرف يريد يسوونه كسب سياسي لهم ان سله غذائيه وهي اساسا بس كلام، يعني المواطن العراقي ما لمس شيء من عندها، بس تصريحات رنانه من رئاسه الوزراء ووزير الماليه وابو التجاره. يعني على شنو السله؟ شنو هاي بيها السله الغذائيه وراح تستمر؟ زين، امتى تطوها للناس وبيها بيها مواد اساسيه، مواد غذائيه اساسيه ما موجوده اساسا؟ يعني بس دعايه والناس تتامل في سبيل يخدرون الشارع العراقي على مود الانتخابات القادمه. زين، هاي ال 18 سنه راحت، وين السلات مالتكم؟ وين البطاقه التموينيه مالتكم اللي هي كانت ناجحه فتره الحصار اللي مر علينا 13 سنه واللي هم كانوا يعطون معلومات مغالطه للامم المتحده ومجلس الامن وللامريكان وللبريطانيين من كانوا عملاء يشتغلون يمهم المالكي واياد علاوي والشلبي وغيره في سبيل يضغطون على المجتمع العراقي. 13 سنه المجتمع عايش على البطاقه التموينية، اجيتوا انتوا سلمتوا الحكم وقلتوا رفع الحصار والناس كيفت، ان بدقيقة بليلة وضحوها رفع كل الحصار عن العراق. زين، من رفع الحصار غير وزير التجارة انت يخصص لك مبالغ مالية، نعم، وتستورد تستمر على البطاقة التموينية اللي اساس للعائلة العراقية. يعني اصبحت العائلة العراقية مع الاسف نحكي هيك تاكل من الانقاض والزبائن تلم 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 اكل وصمون وغيره، يروحون للمطاعم يشحذون النساء. وزارة التجارة قالت عن السلة الغذائية بأن ما يميز هذه السلة اشتراك القطاع الخاص، وقالت لأن القطاع الخاص يتميز بسرعة التعاقد مع الشركات الأجنبية. هل وزارة التجارة عاجزة عن التعاقد بسرعة مع يعني المصانع والدول لاستيراد مواد غذائية للعراق؟ هل هذا مبرر مقنع؟ هم قصدهم بالقطاع الخاص يعني شخصيات من حزب الدعوة أو من الأحزاب الحاكمة أو ساهرون أو صدريين في سبيل يسموهم ذول الشركات وهمية، يسموهم قطاع خاص. مين راح يستورد هذا؟ ماكو عندنا غير الملجأ الأول والأخير سووه هي إجارة السوق إيران، فهذا باب فساد جديد. ولا هي وزارة التجارة بيها عقول وبيها ناس أشراف وبلازم بيها ناس يعني مخلصين لبلدهم
ويتعاقدون مع دول يعني مثل مصر وغير هاي الدول اللي عندها عدة مواد غذائية معامل وغيرها والزراعة. لكن هم همهم الأول والأخير يتجهون بالقطاع الخاص، يتجهون به إلى إيران. واحنا هسه شوف هسه هذه الفتره الكورونا وعجز الحكومه عن تقديم مساعدات الى الناس اللي عطاله بطاله، شوف شلون التجار الموجودين مهيمنين من القطاع الخاص اللي يحجون به مهيمنين على السوق العراقي في جنوب العراق وبغداد، مقارنه باربيل والاقليم. الاقليم بقى محافظ على نفس الاسعار، محافظ على اسعار المواد الغذائيه، ما بها ذاك الصعود يعني نهائيا. ليش؟ لان يستوردون، هم عندهم ناس اكفاء وشرفاء يستوردون المواد الغذائيه باسعار مناسبه. اما السوق العراقي، احنا نعرف ان السوق العراقي كله قطاع خاص من زمان، حتى وزاره التجاره كلها ناس مسيطره من حزب الدعوه ومن الصدريين ومن العصائب، وهاي المكاتب الاستثماريه مال الحشد وغيرها هم مسيطرين على كل شيء، على كل الوزارات مو بس التجاره، كل الوزارات. لكن الموضوع على البطاقه التموينيه والسله الغذائيه اللي يحاولون يستدرجون بها الناخب العراقي ويستغلون عوزه، لان هو كل المواطنين هسه هاي الفتره جائحه كورونا الناس قامت بعد ما عندها لا اكو شغل، لا اكو عمل ومرض، لا اكو دواء، لا مستشفيات، لا. فيستغلون المواطن العراقي في سبيل يجبرونه على الانتخابات القادمه يأملونه مصطفى الكاظمي جاي يشتغل وجاي يعمل. مصطفى الكاظمي اصبح المرسال مال امريكا الى ايران، اصبح بس يريد ينجح الانتخابات، يريد يمرر الانتخابات. وهو كل المجتمع العربي يعرف ان العراق محتقن نعم. من هذا الوجوه الكاحلة السياسيين اللي صارهم على قلوبنا 18 سنة. صباح من بغداد كان معنا، شكرا لك. دعونا نشاهد مقتطف وصلنا من محافظة بابل، ويشكو بعض الأهالي هناك من عدم اكتمال السلة الغذائية التي وعد بها وزير التجارة في حكومة مصطفى الكاظمي. نتابع هذا المقطع ونعود إليكم. الوجبة فيها نقص لا تمن ولا حمص، والوزير قاعد بالفيسي يحكي منا شهر وتمن وشكر ومدري شنو وكله طلع كلاوات. زين انت الوزير تطي شمال بابل كلها ما مستلمه لا تمن ولا حمص الا القليل. اريد نقول ما اريد نقول الكل، ما اعرف، انا بس اعرف منطقتنا اللي غادي. بس ما يصير هيك يا سيدي يا سياده الوزير. معاناه اهل بابل معاناه كبيره. يعني انت شو تدري السوالف؟ الوجبه قاعد يجيبوها مراحل. يعني الوجبه من يجيبوها طاهم زيت قطعوا التمن، طاهم تمن قطعوا الشكر. يعني انت شو تدري السوالف؟ يعني شو سوالف لك؟ السوق صعد. زين يعني هي العالم من صعد السوق، الدولار صعد والوجبه ماكو، طحين ماكو، والوجبه قاعد يعطوها مراحل. زين يعني العالم منين تجيب؟ سوالف لي منين يجيب هذا الماء عدل، اللي يشتغل حمال، اللي يبيع علالي منين يجيب؟ نعم، معنا اتصال ام فاطمه من بغداد. ام فاطمه، صار لك قد ما مستلمه البطاقه التموينيه، مفردات البطاقه التموينيه؟ تفضل. مفردات البطاقه التموينيه انا صار بالبدايه علي. بس ابتعدي عن الاطفال رجاء حتى نفهم عليك، تفضلي. أم فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ أهلا وسهلا بيك، يا أهلا بيك. أنا بالبداية حجب قصة تموينية حجبولي إياها لمدة 3 أشهر. إي، وبعدين رجعوا لي إياها، رجعوا لي شعارات وأعطوا معجونات وانطى فاصوليات حتى ما يستوون الله وكيلك. طبعا بالعراق الوضع تعبان، هيك تعبان. نعم، والما عنده يعني يموت من الجوع. الله المعين. يعني ما عنده يموت من الجوع. الله وكيلك كلها شراية. يعني وزارة التجارة قالت سوف نقوم بتوزيع السلة الغذائية وهي أفضل من البطاقة التموينية، ما الفرق؟ هذه مواد غذائية وهذه مواد غذائية. والله حاجة بالكذب. نعم. يعني أنطوا فاصوليات ما يستخدم معجونات، هذا هو. نعم فاطمة،
أعانكم الله. أم فاطمة من بغداد كانت معنا. أبو أيسر من تركيا. أبو أيسر، وزارة التجارة قالت بأنها وزعت بعض مفردات ما سمتها السلة الغذائية على البعض، وكما شاهدنا قبل قليل بالمقطع من أهالي بابل من يشكون نقص هذه السلة الغذائية. قال وزير التجارة بأنها سوف تكون 7 مواد غذائية، ولكن لم يستلم المواطنون العراقيون هذه المواد 7، بل قال أبو زينب بن النجف قبل قليل بأنه استلم فقط 3 مواد غذائية من هذه السلة الغذائية. لماذا تغيير كلمة البطاقة التموينية بالسلة الغذائية؟ أستاذ عمر الله يساعدك، أهلا وسهلا بك. يعني أنت تعرف هو من 2003، نعم، ولحد هذه اللحظة هو من استلم العراق؟ استلموا شلة نشالة. يعني هذولا كانوا بايقين بزمن النظام السابق، وقبل ما ينحكمون انهزموا لخارج العراق وعاشوا هناك على أساس هم شو اسمه معارة سووا أنفسهم، فأجوا للعراق. أنت تشوف واحد نشال حرامي كلب حشاكي بن كلب، لا بس بدون تجاوز يعني. لا هذا مو تجاوز، لا 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 اي نعم، بدون هذه الألفاظ النابية. رجاء تفضل. نعم تفضل بدون هذه الألفاظ. مع الأسف احنا شعب العراق يعني بينا هاي الخصلة الموزينة، شعب متملق ومنافق. كيف؟ ليش؟ لأن هاي حقيقة الشعب العراقي. الشعب العراقي هو هذا حقيقته، متملق لا. ومنافق. بس دخلي هل عيد. هل أنت عراقي؟ أسألك سؤال. أنا عراقي. هل أنت متملق؟ هل أنت متملق ومنافق كما وصفت كل الشعب العراقي؟ بس اسمح لي. هل الأخلاق أو حل الأزمة يكون بالسب والغلط والتعميم؟ هل يجوز هذا الشيء؟ بس اسمح لي يا أستاذ. لا رجاءً أبو أيسر، اسمح لي يا أستاذ، رجاءً. في كل مجتمع وفي كل زمن من الأزمنة هناك شريحة وهناك عدد قليل لا يمثل العامة، رجاءً، لا يمثل أبناء الشعب بشكل كامل في أي مجتمع وفي أي زمن. أنا مواطن عراقي، القصد من عند هذا الحكي نعم انه اي مسؤول هسه يزورهم ويكذب عليهم هم يصفقوا له يبوسوني. ليس الكل. ليش ما دا يصير العشيل العراق؟ لان لو اكو شعب حقيقي يريد حقه يسحق هؤلاء ويطردهم من الساحه العراقيه، يدريهم هذول حراميه. بس حكي، بس حكي واقوال. يعني انت شنو اللي حصلته من هاي الحكومه من 2003 لحد الان؟ لا كهرباء، لا مي، لا سلة غذائية، لا كل شيء. وكل يوم يطلعون بالصحف ومن تجي الانتخابات على احنا راح نسوي كذا ونسوي كذا ونسوي كذا. يا اخي حتى حقوق الموظفين السابقين بالدولة والاجزاء المنحلة اكلوها. نعم. هذا موظف شي له علاقة برأس النظام؟ يعني انت تجي على السلة الغذائية، السلة الغذائية هم ناس حرامية. اكو حرامي ينطل واحد فقير؟ هو هاي الحقيقة. هو إنسان حرامي، ما ينطي الفقير حقه. نعم. فالأساس أنه الشعب العراقي لو يريد حقه هو يأخذ حقه بيده. هل ترى بأن السلة الغذائية باب آخر من أبواب الفساد، بما أنه هناك يعني فساد موثق على البطاقة التموينية؟ أستاذ نعم. هم خلوا الشيء بالدولة ما باقوا. هسه أبراج الكهرباء منو دي يحرقها؟ منو دي يفجرها؟ نعم. هم دي يفجروها حتى إيران تبقى مسيطرة على الوضع، والخليج ما يتدخل ينطي كهرباء للعراق. نعم. هاي كل فساد موجود بكل مفاصل الدولة. نعم. وبس السلة الغذائية. أنت نعم. شو وقت ما احنا قلنا شو وقت ما ينتهي هذا النظام القبيح في العراق، العراق راح يصير براسه خير. نعم. شكرا أبو أيسر من تركيا كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها الحصة التموينية بعد الانتخابات لا أحد يشوفها، جعلوا من البطاقة التموينية بطاقة انتخابية. معنا اتصال علي من كركوك. علي تفضل، تسمعني؟ على السلام. وعليكم السلام، تفضل علي. أهلا وسهلا بك، تفضل. استاذ عمر هذا السلة الغذائية ما نشوفه بس ورا الانتخابات. لا هو والله ما البس انتخابات. نعم، وزارة التجارة
أبدلت البطاقة التموينية بالسلة الغذائية. لماذا تغير هذه التسمية؟ والبطاقة التموينية أصلا هي غائبة عن العراقيين، وهناك يعني ملف فساد كبير في موضوع البطاقة التموينية، مليارات الدولارات ذهبت يعني ضحية الفساد فقط في البطاقة التموينية. يعني هو حل، هل هو الحل؟ نعم، هل هو حل تغيير تسمية البطاقة التموينية بالسلة الغذائية؟ هل هو هذا الحل يكفي لمعالجة يعني ما يحتاجه العراقيون؟ ونحن اليوم هناك ارتفاع في معدلات الفقر، بحسب وزارة التخطيط الحكومية تقول بأن الفقر قد تجاوز 30% في العراق. يا أستاذ عمر والله ما تكفي. نعم. هذا مال بس انتخابات، والله بس ورا انتخابات بعد ما شفت بعد فاصولية. نعم. اي والله أستاذ عمر ما معاناة جوع. أعانكم الله. اي والله. شكرا لك علي من كركوك. معنا حسين من البصرة، تفضل حسين. كيف ترى موضوع السلة الغذائية؟ وعليكم السلام حبيبي. ورحمة الله وبركاته. بديلا عن البطاقة التموينية، أنا توافدين وليد أبو عبد الله والمصاب مال حسين اللي يحفظكم الله يسلمك ويخليك حبيب قلبي. ذولا ليش تحوا هذولا يقولهم شعب فقير والله. نعم. ساعة يوعدونا بالكمية، ساعة يوعدونا بالغذائية، ساعة مدري هذول أنفسهم أستاذ عمر. نعم والله العظيم يضحكون على أنفسهم. ذولا غير موعدهم، غير موعدهم هذول، لا يعرفون الله ولا يعرفون علي ولا يعرفون الحسين ولا يعرفون الكابوم أبد. واحد ذول هذول ناس الذيول والجذيول وجاي يضحكون على الشعب، وما عدوا كل غيرة وضمير. والله العظيم هي نقطة الآن زاحت من قصة انتهى بعد. هذا جاي يقول لك غذائية من يوم فدوة صدام حسين 100 نوبة كان يطلق 45 صدام حسين بكارتون ويوزع للشعب. هذول غيرة ما عدهم ضمير. ماذا كان بس حتى نكون دقيقين بالمعلومة، شنو 45؟ نعم أنا أقول لك شنو 45، من معجون إلى دين إلى مكينة حلاقة. نعم بس لا توصل 48. نعم كانت يعني كانت بطاقة مكتملة صراحة، ولكن صحيح. اختفت بعد العام 2003، ولكنها لا تصل إلى 48 مادة حتى نكون صادقين وواقعين. نعم أقول لك دار عمر من فدوة أروح لك، فدوة أروح لك والله يستر عليك وعلى عائلتك. هذول غيره ما عندهم حبيب، هذول غيره ما عندهم. هذول هو بالنسبه له عدس، بقيت نص كيلو عدس للشعب ما يذكر هو هذا عدس. نعم. المهدي والله بشرى سال للشعب العراقي بضبط نص كيلو عدس. هذا غيره ما عندهم دول حبيبي، هذول ناس يقولون كنز ويقولون نعم. شعب فقير ويقولون شعب يعني يخاف على ولده. فذولا يرادلهم مثل مصر ثلاثة واحد عدم واحد جروب الشارع والزان انحكم يعني ذولا ما عدم أحياء، كل غيره ما عدم. نعم حبيبي أستاذ عمر، هذول ما يستوعن على انفسهم والله، ما غيره ما عدم وضمير ما عدم. نعم شكرا لك حسين من البصرة، كان معنا. طبعا كان مجلس الوزراء قد وافق في الرابع من أيار من هذا العام على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية تتولى وزارة المالية تأمين التخصيصات المالية لها، والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021. يذكر بأن حكومة نوري المالكي السابقة في عام 2012 عزمت على إلغاء العمل بالبطاقة التموينية، حيث أشار نواب في وقتها بأنه سعي لتزوير انتخابات المجالس المحلية المقبلة في أبريل نيسان من عام 2013، في حين وصفها برلماني مستقل بأنها زوبعة أثيرت لغرض التغطية على الفساد الكبير في صفقة السلاح الروسي. ويذكر بأن حكومة المالكي في عام 2012 قد قررت إلغاء البطاقة التموينية
المطبقة وصرف مبالغ نقدية توزع على المشمولين، ولكن لم توزع أموال ولم يحصل المواطنون العراقيون على كافة مفردات البطاقة التموينية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.